تمريرة بالمليمتر ثم جونزالو ممتازة العملية ديال ميرو وهدف. سلام على الكرة وسلام على الفنيات، فرحة عارمة في المدرجات، الأنصار يهتزون. قليل العدد في الأولمبيك، ولكن الصراخ والأهازيج ترتفع وترتفع معها طبعا درجة الحرارة على أرضية الميدان، مما يسمح للاتزيو بإضافة هدف ثالث عن طريق المتألق ديل نيرو في الدقيقة 85. إذن 3-0 وتأهل يبدو لا غبار عليه الآن من لاتزيو على ألبينو ليفي الفريق المتواضع في هذه الأمسية بملعب الأولمبيكو بروما.